ابو الخل حبيب قلبي جيت بوقتك زهقان بشرفك، جيب هالكرسي بتاع اتحدى بشرفك. اي 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 شو عم تحكي انت؟ خي ابو الخل ورمش عيني، موجوع؟ شو القصة يا ابو الخل؟ اخ ظهري يا ابو فشخة، ظهري رح موت، رح موت يا ابو فشخة رح موت. خيك ابو فشخة وعتلين هم؟ سؤال يا ابو الخل، عشو عم بتنام عشية يا حبيبي؟ شو السؤال يا ابو فشخة؟ عشو بينام الواحد يعني؟ على التخت على الفرشة عشو بدي نام؟ شفت انك غشيم بالمرة يا ابو الخل. ليه قصدك يعني لازم نام على فرشة مي؟ فرشة مي؟ لا فرشة شاي احسن. شو عم تحكي انت؟ عم تنقلس علي يا ابو فشخة؟ يعني عشو بدي نام؟ على فرشة طبية مثلا؟ شفت انك بهيم خالص؟ بهيم خالص؟ ترجع بتقلي ليش عم يجعني ظهري؟ ليش عم يجعني ظهري يا ابو فشخة؟ اي فرشة طبية اي بلوط. ليه رح تفلجني يا ابو فشخة؟ عشو لازم نام تيرتاح ظهري؟ ولو يا ابو الخل بس ليه متفهمك؟ لازم تنام على اقل شيء اقل شيء نص مليون دولار، هيك لا بتحس لا بوجع ظهر ولا من يحزنون. لك شو عم تحكي انت؟